انا عندي ابويا متزوج اثنين الله يطول بعمره، الله يطول بعمره. متزوج وحده قبل والدتي، وهاي الوحده اللي قبل والدتي كانوا يصيحوا لها الناس اللي يعرفوهم ام ابراهيم وامي طبعا. فلما ولدتني امي حب ابويا يسوي هذا المكس، يعني بالجنسيه كتب اسمه ضياء بشكل قانوني وسمان ابراهيم بالبيت. فمشت علي ابراهيم فتره من الزمن اسين، يعني تصور ان واحد انا بالاخير قلت يا بس حتى الله يرحم زوجتي. ايش ما ركبت عشان سويت ضياء ابراهيم؟ زوجة الوالد توفى. ابراهيم كان نص اثنين عندك. زين زين زين، نقول ضياء وابراهيم اثنينهم حلوين ربي يسلمك، وامهاتنا بعد ايش ما يسمونهم حلو.